السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا المنطقة تاع الواجهة البحرية تاع الجزائر العاصمة، واللي كان فيه المشروع تاع مدينة الجزائر، واللي كان في الأول طموح، يعني كان فيه انطلاقة رائعة، طنبور باطون كما يقولوا. في الأول كان فيه اكتتاب، عملية اكتتاب مساهمين جزائريين خواص، يعني الشعب كامل كان يشارك، شراو اسهم باش ينطلق المشروع، وكان ينطلق بوتيرة جيدة في الأول، لكن ظهر بأنه المشروع هذا تلقى صعوبات كثيرة، لأن مولاه يعني صاحب المشروع ماشي يقدر المشروع هذا. انطلاقة الأولى، المرحلة الأولى كان فيه دوك نوصل الآن، رانا في طريق سريع باتجاه العاصمة، ودوك ندخل مباشرة إلى المنطقة نتاع المشروع نتاع مدينة الجزائر. مدينة وهي في الحقيقة كما نشاهد منطقة رائعة، منطقة جميلة جدا وأكسيسيبل، عندها مداخل كثيرة، عندها في الحقيقة زوج مداخل، وهذوك زوج مداخل كبار، يعني مداخل كبار، يعني ما فيهش إشكال للولوج إلى المنطقة نتاع الواجهة البحرية تاع ألجي مدينة. وهي في بداية المشروع تم إنجاز باركينج كبير، وجلب أشجار زيتون نشرها في الباركينج هذاك، من إسبانيا، جلبت من إسبانيا، استوردت من إسبانيا وغرست في الباركينج هذاك، كان باركينج كبير. وهنا ندخلوا للباركينج هذا هو. وكذلك في البداية كان إنجاز تاع مركز تجاري أرتيس، اللي هو كبير جدا، وكان هو ثاني مركز تجاري بعد مركز تجاري تاع باب الزوار، هذا ثاني مركز تجاري ينجز في الجزائر في بداية نهاية الثمانينات بداية التسعينات. وكان يعني متنفس للعائلة الجزائرية الحقيقة، كان مليح جيد، خاصة وأنه الباركينج هذا كبير، مكانش إشكالية، ليس هناك أي إشكالية في يعني الاستاسيونمون تاع الزبائن. وأنا نشوف الكبر تاع الباركينج هذا والأشجار تاع الزيتون. لكن بعد انتهاء من مشروع المركز التجاري، فيه كذلك مركز ملحق، وأنا نشوف المركز التجاري يظهر أرديس، وكان في يعني وفيه اكوا بارك ملحق للمركز التجاري داخلي مغطى كليا. وهذاك المركز يعني الاكوا بارك هذاك، حديقة الألعاب المائية، مغطاة، يعني جميل جدا. هو أول اكوا بارك بني في الجزائر، فيه ألعاب كثيرة، ومازال يمشي، مازال إلى يومنا مفتوح. لكن فيما يخص المشاريع السكنية والعمارات اللي كانت في المشروع، هنا حبست الحالة. وهنا على اليمين كاين المارينا، هنا نشوف المارينا على اليمين، المارينا يعني وصلت إلى مستوى لا بأس به من ناحية تقدم الأشغال، حيث أنه كل الأشغال نتاع التهيئة تاع الهندسة المدنية انتهت، تبقى الأشغال تاع التهيئة والتجهيز تاع المارينا هذيك. وهنا نشوفوا المدخل الثاني، هذا المدخل آخر، هذا يجي من جامع الجزائر، هذا مدخل كذلك كبير واسع، يؤدي إلى منطقة مارينا الجزائر. وهنا على اليمين عندنا البارك الجديد الذي تم بناؤه، والمقابل لجامع الجزائر،
على الجهة اليمنى عندنا البارك، يعني الحديقة الكبيرة التي تم بناؤها واللي تعتبر يعني حقيقة قاحلة قاحلة، الأشجار قليلة جدا. وفي المقابل نشاهد العمارات التي تم بناؤها من طرف المستثمر الذي صاحب المشروع عند المارينا. هي ثلاث عمارات، وحتى إلى يومنا هذا لم تكتمل يعني نهائيا، في عمارة واحدة انتهت يعني نهائيا، وهي الآن يعني ما آهلة بالمسكونة، يعني العمارة هذيك فيها مكاتب تاع شركات وكذا. أما العمارات الأخرين زوج، واحدة راهي تقريبا انتهاء والأخرى مازالها كما نلاحظ. وهنا رانا على شاطئ البحر، ما يسمى من بحر مازلة، كان يسمى مازلة هذا الشاطئ. هنا رانا نشوفوا هنايا يعني الطريق كبير عريض، ولكن ما فيش تهيئة على جوانب الطريق، هي التهيئة على جوانب الطريق. على الأقل كان تم يعني تهيئة الواجهة البحرية، هذه الواجهة البحرية كان بالإمكان إتمامها، يعني الكورنيش إتمامها وتسليمها، تبقى قضية بناء السكنات والعمارات. كان بعض العمارات شاهقة كبيرة عالية تاع 40 أو 50 طبقة لم يتم إنجازها. وهنا نعاود نولي للباركينغ هذاك تاع نتمنى احنا واش الحل اللي نقترحه أنا، هو أن الجزائر كدولة تعاود تاخذ المشروع هذايا على عاتقها، وتشوف يعني تتفاهم مع يعني بالتراضي مع المطور هذا، وتشوف تقسم المشروع هذا على عدة مطورين عقاريين آخرين، لأن المشروع كبير مساحة كبيرة، على الأقل يكونوا زوج ولا ثلاثة مطورين عقاريين، ولا دير شراكة مع قطر أو أي دولة اللي عندها يعني باع وعندها تجربة في تسيير هذه يعني المشاريع، يديروا يشوفوا كاش مستثمر أجنبي خليجي ياخذ يقدر، الخليجيين يقدروا عندهم الوسائل عندهم التجربة وعندهم الإمكانيات، يقدروا ياخذوا بعين يعني على عاتقهم هذا المشروع ويعاودوا يكملوه، لأن المنطقة لا يعني طال الزمن طالت وهي هكا، لابد على الدولة أن تلقى حل في أقرب الآجال. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.